السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تايستي فود باي فاتي. اليوم جبت لكم شهيوة من شهيوات رمضان اللي كنزينوا بها الطبلة ديالنا، اللي هي حريشات معمرين بحشوة رائعة رائعة جدا. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. نبدأ بسم الله على بركة الله مع المقادير. بالنسبة للحرشة، حاجتنا نص كيلو سميدة رقيقة من نوعية جيدة، ومعلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة سكر، ونصف معلقة صغيرة خميرة الحلويات، نصف كأس من زيت أو زبدة مذوبة، ومعلقة صغيرة نصف معلقة صغيرة من الخميرة حبيبات، وماء للعجن. بالنسبة للماء ممكن تستعملوه غير من الروبيني، إذا كان الحال بارد بزاف كندفيوه شي شوية. نمروا دابا المقادير الحشوة اللي غادي نعمروا بها الحريشات ديالنا. حاجتنا في حبة واحدة من البصل متوسطة الحجم، حبة واحدة من الفلفل الأحمر مقطع، البصل كذلك قطعناه رقيق، علبة من الطون بالزيت مصفى، وقليل من الزيتون الأسود، معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من المعدنوس، ومعلقة صغيرة من الهريسة. بالنسبة للتوابل، معلقة صغيرة من الفلفل الأحمر، ومعلقة صغيرة من الكمون. بالنسبة لطريقة تحضير الحشوة، ناخذ مقلاة نوضع فيها تقريبا 2 معالق كبار من زيت الزيتون، على نار مهيلة. من بعد كنضيف البصل، نحركو مزيان ملعقة خشبية حتى كيدبل لينا وكيصير لونه شفاف. من بعد نضيفو فلفلة حمراء، دائما مع التحراك باش تنسجم لينا العناصر ويتقلاو لينا مزيان. ما نخليوهمش حتى يطيبوا بزاف، لان مازال ملي غادي نعمروا الحريشات ديالنا غادي يكملوا الطياب ديالهم. نضيفوا دابا توابل ملح والفلفل الحمراء والكمون، نخلطوا مزيان. على نار متوسطة باش الحشوة ديالنا كتنشف لينا من الماء. من بعد كنزولوا المقلاة ديالنا من فوق النار، وكنضيفوا الزيتون الأسود مقطع، والطون، والمعدنوس، وكنخلطوا الكل حتى كتنسجم لينا جميع العناصر. نخليو الحشوة تبرد مزيان، خاصها تبرد لينا تماما، وندوزو دابا نوجدو الحريشات. فواحد الإناء اللي غادي نخلطو فيه الحريشات ديالنا، كنوضعو سميدة رقيقة تكون من نوعية جيدة خاصة بالحرشة، وكنضيفو عليها نصف كأس من زيت وزبدة، وكنحاولو نبسبسوها غير بأطراف الأصابع حتى كتشرب لينا مزيان داك الزيت والزبدة. وكنخليوها واحد 5 دقائق. من بعد كنضيفو العناصر الأخرى. من بعد ما كتمر 5 دقائق كنضيفو الملح، ونضيفو
سكر سنيدة والخميرة الحلويات، ونضيف الخميرة حبيبات، وكنخلطوا العناصر كاملة. دائما غير أطراف الأصابع، ما نحاولوش ندلكوها باش ما تعجنش لينا. وصافي، كنضيفوا من بعد الماء، خاصها تكون متلوقة مزيان لأن السميدة دغيا كتشرب. كتكون شوية ثقيلة على العجينة ديال البغرير، حيت معروف أن السميدة رقيقة كتشرب الماء. كيف كتشوفوا معايا، خاصها تكون مرخوفة مزيان، ودائما خلطوا غير بأطراف الأصابع لما نحاولوا ندلكوها، وكنخليوها ترتاح علين ما شربت لينا داك الماء. من بعد ما كتشرب لينا السميدة ديالنا الماء، كتولي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا، وكتكون الحشوة بردات مزيان. كنوجدوا واحد شوية ديال السميدة باش كنفندوا الحريشات ديالنا، وهاد الطابع اللي كيكون خاص بالحريشات الا ما كانش متوفر ممكن تستعملوا الغلاقة ديال نوتيلا، حتى هي كتقوم بنفس الدور. ندوزو دابا نعمرو الحريشات ديالنا. كناخدو واحد الكويرة على قد مشماشة تقريبا، وكنديرو وسط منها واحد الحفيرة، وكنعمروها بالحشوة تقريبا معلقة كبيرة، وكنحاولو ردو الجناب على الحشوة باش ما تبقاش تبان، حتى كنسدوها مزيان. كنكوروها كيف كتشوفوا معايا بين يدينا، وكنقرصوها بسميدة رقيقة مزيان، فندوها بسميدة رقيقة. كنوضعوها في مقلاة اللي سخناها من قبل على نار مهيلة وسط الدائرة الخاصة بالحريشات، وكنضغطوا عليها كيف كتشوفوا معايا باش تاخد لنا شكل ديال خبيزة صغيرة. كنستمروا بنفس الطريقة حتى كنكملوا الحريشات اللي عندنا كاملين. انا هنا المقيلة عندي شوية كبيرة، تقريبا هزت لي 6، وكنقلبوهم على الجهة الاخرى حتى كياخدوا لنا اللون محمر شوية. كيجيونا الحريشات ديالنا على هذا الشكل هذا دغيا كيوجدوا، حشوه رائعه ولذيذه لذيذه لذيذه بزاف. نتمنى انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، حريشات معمرين بحشوه اكثر من رائعه، كتجي لذيذه وسهله وبسيطه بمكونات موجودة في كل بيت. كنتمنى من كل قلبي أنكم تجربوها، وإن شاء الله تنال استحسان ديالكم ورضاكم. إلى عجبكم الفيديو ضغطوا على زر إعجاب وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسونيش من التعليقات اللي كيفرحوني وكيشجعوني، ودائما مع جديد الوصفات الرمضانية باش ننوعوا في مائدة الإفطار شهر رمضان المعظم. الله يدخلوا علينا وعليكم الصحة والسلامة وكل ما كتمناو، والله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام.